السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الناس لازم تشوف الفيديو ده عشان مهم جدا ليهم، بالذات الأعمار بداية من 3 سنين أو 4 سنين لحد سن 15 سنة. جينا لكم النهاردة بأقوى مجموعة تأسيس ممكن تحتاجوها للأطفال، مريحة جدا، شرح مفاجأة فيه باللغة العامية. أيوة زي ما سمعتوا كده، يعني كل الناس اللي بتتابعني على القناة أو بتتابعني على صفحة الفيسبوك تأسيس من تحت الصفر مع تيتشر سمر، وهتلاقوا اللينك في أول تعليق مثبت معاكم في التعليقات، هنلاقي فيه كل التفاصيل ولينك الصفحة ورقم الواتساب الخاص بالحجز. طبعا احنا اتأخرنا كتير، هرد على سؤالين مهمين. الناس اللي خدت الطبعة الأولى بتقول يعني دي ما تناسبناش، لا تناسبهم طبعا، لأن دي مليانة شغل كتير 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 جدا هنشوفه دلوقتي كلنا. تمام، دي مجموعة كتب تأسيس مناسبة لكل الأعمار زي ما قلنا، من 3 أو 4 سنوات لحد سن 15 سنة. مرضتش ان انا اعملها على اكتر من مستوى، لا خليتها لكم مستوى واحد علشان ما نتكلفش كتير، وكل كام شهر نضطر ان احنا ناخد مستويات اعلى او نتكلف بتمن كتب كتيرة جدا. سعرها فقط 190 جنيه في العرض الحالي. ايوة 190 جنيه رغم غلاء الطبعة، بس انا حاولت بقدر الامكان ان انا ما زودهاش، بل بالعكس زودت شغل كتير جدا عليهم، زائد مصاريف الشحن، والتفاصيل كلها تعرفوها على الواتساب او رسائل صفحة الفيسبوك اللي هسيب اللينك فيها في اول تعليق. اللي موجود بالنسبة لمجموعة التأسيس دي هنتكلم فيها. اولا الكتاب الاول هي عبارة عن كتابين. الكتاب الاول فيه معانا مكتوب عليه زي ما انتم شايفين كورس تأسيس شامل، الشرح بتاعه موجود على قناة كريزي انجليش، بنزله هو صفحة الفيسبوك، ودي ارقام التواصل معانا الخاصة بالحجز او الخاصة باي استفسار. الكتاب الاول طبعا فيه كل افكار التأسيس، وزي ما قلت باللغة العامية زي ما احنا عارفين، في جرامر، ترجمة، تدريبات كتيرة جدا جدا، هو عبارة كله عن تدريبات بالاستراتيجيات الحديثة. يعني ايه استراتيجيات الحديثة؟ اللي قايمة على تنمية افكار الاولاد، لان هم اللي بيستكشفوا الفكرة وبيشرحوها عن طريق نوعية الاسئلة. المفاجأة الكبيرة زي ما قلت لكم ألا وهي الشرح باللغة العامية، يعني كل الاغاني وكل الشفرات وكل التكات اللي انتوا بتسمعوها مني هتلاقوها موجودة في داخل الكتاب، وهشوفوا ده دلوقتي، هوضح صفحة صفحة عشان خاطر المصداقية. تمام، يلا بينا نشوف زي ما قلت الفروع بتاعته: محادثات، ترجمة، تدريبات، طبعا أسئلة متنوعة ممتازة، كل المستويات موجودة، الجرامر موجود من أول 4 سنين معانا لحد 10 سنين، موجود الأزمنة بشكل مبسط يخص التأسيس. يلا بينا. طبعا معانا لازم الطلبه تبدا كده بتكتبه الحروف، عندنا السبجكت بروناون، ضمائر الفعل زي ما انتم شايفين، نعمل لايك لايك كتير كتير كتير، حتى الاغاني بتاعتنا زي ما انا قلت اهو، الشرح باللغه العاميه، حتى بصوا توضيح مش انسان يعني غير عاقل زي ما بنشرحها عشان ابسط الفكره كانك معاكي مدرسه في بيتك بالظبط. ادي عندك البروناونز بالاغاني وبالتكات بتاعتنا كاتباها، انا اي انا اي انا انا اي، نفس الاغاني دايما هتلاقيني، حتى تعرفي ان دي اغنيه كاتبالك. يلا نغني ضمائر الفاعل واسمعوها على قناة كريزي انجلش. كتاب منظم جدا، كتاب منسق جدا، كتاب اصلا هيرد على سؤال كل ولية امر مش عارفة ابدأ مع ابني امتى ومنين، ده هيرد عليكي وبيعرفك. يعني معنى هنا ان انت تخلصي ضمائر الفاعل، تقدري تاخدي معاه صفات الملكية، الاسئلة المتنوعة اللي انتوا اتفاجئتوا بيها في اسلوب شرحي في حلقات التأسيس هتلاقوها في قائمة تشغيل، نزلنا منها حوالي 39 او 40 حلقة، تدريبات رهيبة لان انتوا فاهمين دماغي وفهمتكم قبل كده. عايزة ابنك يشتغل يبقى تدريبات، تدريبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس كمية التدريبات وتناسب كل الاعمار، وبعد كل افكار بقوم مجمعاها في جدول او في اغنية عشان تبقى سهلة. بصوا الجمال، بصوا التنسيق، كتاب مرعب والله، كتب مرعبة، غاية في الجمال، غاية في البساطة، غاية في التوضيح والتنسيق يعني انا لا تعليق والله بجد، مش عشان الكتب بتاعتي، تعبت جدا 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 فيها عشان اطلعها لكم بالشكل ده، واظن كله عارف ان انا عملت طبعتين قبل كده، وبرده بفضل بزود تعديلات وبزود شغل فيها عشان اقدر افيدكم بيه من غير ما تضطروا ان انتوا تاخدوا اكتر من مستوى. بصوا الجمال والتناسق، معرفاكم ايه اللي المفروض تبداوا بيه. بصوا الاغنيه، انا الاي وبحب الام، انا الاي واكون الام، اما الهي والشي والات،
احنا صغار بنحب الاذ، مش هو ده اللي احنا بنشرحه، مش دي الافكار بتاعتنا. قلت والله لازم اعرفها لكم. وبصوا كاتبه لكم الاهم من الاغنيه ان احنا نعرف المعنى بالعربي، كاني قاعده معاكي وبشرح لك. لو لا قدر الله ما فيش مقدره، ربنا يوسع على الناس كلها، ان احنا ندي درس برايفت او ان احنا نضطر ناخد كورس، الكتاب ده معاكي وتفضلي اسمعي الفيديوز والموضوع خلاص انتهى. بصوا الجمال والتناسق والالوان، منصف جدا. بصوا خلصنا جرامر تدريبات. انا بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا حتى الفرق مش سايبه كل حاجه، خدناه في المضارع ناخده في الماضي وناخده بالنفي بتاعه. بصوا الجمال، فيرب تو بي، فيرب تو بي في الماضي، فيرب تو هاف. بصي بس كميه، انا بجد مليت الكتاب شغل، مليته عشان كل الناس. انا شفت انتوا طالبين ايه وزودته لكم، مليته شغل. فيرب تو دو وتنسيق والوان منسقه جدا تفتح نفس الطالب على الشغل. طبعا التكات الجميله بتاعتنا، ازاي احول الفعل الاسم باضافه للاي ان جي بافكارها حطيتها لكم. هديت المضارع المستمر، وانتم عارفين ايضا ان دي من اول كي جي لحد كل الاعمار. بص الجمال، بجد كتاب رائع. بصوا كله اسئله، ترجمه، محادثات، جرامر. بصوا الجمال والافكار اللي متواجده فيه. الادوات النكره كامله بكل التدريبات دي عليها، ادوات المعرفه تفهمين دماغي ان انا لازم ازودها. بصوا المضارع البسيط حطيته بس شكل مبسط يناسب الاعمار دي. صم وان اللي طلبت مني، طبعا ما احنا نقدر نديها في التاسيس عادي جدا. قواعد الجمع بكل انواعها، الاس والاي اس والاي اي اس والفي اي اس، مش سايبه اي قاعده جمع معانا. اسماء الاشاره، يوجد زير يوجد للمفرد والجمع بالاثبات وبالنفي بتاعهم، هتدي كميه شغل رهيب. لو مدرسه الكتب دي والله لا تدعي لي فيها، انت ما هتحتاجي تطلعي طالب من تحت ايدك جاي لك تاسيس والله عبقري، مش هتقدري ان انت تزودي له شغل تاني عن الجمال ده. تمام. طيب الناس بقى اللي بتقولي طب ده هل يناسب المنهج؟ طبعا الناس اللي في كي جي والناس اللي في اولى والناس اللي في تانية والناس اللي في تالتة، طبعا يناسبهم، زائد المنهج. ليه بقى؟ لان المنهج زي ما كله عارف ما فيهوش جرامر، ما فيهوش فونكس، ما فيهوش كل الكلام اللطيف ده. محدش يخرج بره الفيديو لان لسه هوريكم الرائعه الثانيه، وهي كتاب الصوتيات. اوعوا تروحوا في اي حته، لسه في جمال رهيب. بصوا القمر، بصوا بعد ما خلصت الارقام، بصوا الارقام، بصوا الجمال بشفراتي. طبعا اللي اوله شر اخره تين، الناس اللي بتسمع فيديوهاتي عارفين انا اقصد ايه. بدي شفرات لكل فكره عشان ابنك يعرف يشتغلها لوحده من دون ارهاق في الحفظ. بصوا الجمال، وبعد ما بخلص كل فكره بجمعها في جدول كده امور زيها الارقام المركبه. دخلنا بعدها على الكالرز الالوان. بصوا الجمال، بأسئلة عليها كتير جدا، بعرف الطالب فكرة السؤال وبسيبه يشتغل لأن ده الصح ودي الاستراتيجيات الجديدة. بصوا بقى السؤال الرائع ده، بصوا والله ما هتلاقيه في أي فكرة تانية، دي أنا اللي مألفاها على مدار شغلي، إن أنا أخلي الطالب يجاوب كتير ويكتب أكتر. إزاي؟ وارحمك من الكتابة والطباعة والكلام ده كله. مثلا اتعلم النهاردة أول سؤال واتس يور نيم، ما اسمك. بصي جايبة له كمية أسئلة أسامي بالعربي وبالانجليش وعامله له ترجمه للسؤال او للاجابه عشان يشتغل. بصي هدرب ايده كم مره في المحاضره، وانت تقدري تجربيه كم مره في البيت، مره على واتس يور نيم، مره عن العمر. بصي الجمال جايبه له اعمار قد ايه عشان يقعد يشتغل. اي ام 4، اي ام 6، اي ام 7، ويشتغل بايده الصح اللي المفروض الطالب يعمله. سؤال عن وات جريد، بصي انا اكون في الصف الثاني، الصف الثالث، الصف الرابع، فيفهم فكره السؤال بتتحل ازاي، مش يا دوبك يحفظ مرحلته زي الناس اللي بتصم وخلاص. فهمت وجهه نظري؟ وبديله اهو، بصي كاتباه له نموذج للاجابه فوق، اي ام ان جريد 1، فانت تكتب اي ام ان جريد حتى الصف الاول والثاني والتفاصيل دي كلها. which school are you in، كاتباه له اجابه اي ام ان نصر سكول، وهو يقلدني ويكتب الاسامي ويكتب مدرسته. where are you from، ما بلدك. مش هينفع بس اوري كله عشان الافكار ما تتحرقش. بصوا القمر، ماذا تملك، ماذا تتناول. بجيب له بصوا الجمال، ضربت ثلاث عصافير بحجر واحد، ان انا بدي له معنى الكلمه بالانجلش، فاذا الطالب هيحفظ معنى الكلمه بالانجلش. مش بس كده، مش بس، اوعوا تروحوا في اي حته، ده لسه العبقريه الثانيه بتاعت الصوتيات. لايك، عايزه لايكات كتير، لان بجد 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 الكتب دي فظيعه والله. هتدعوني والله، ما تحتاجوا تاخدوا اي كورسات غير متابعه الفيديوز معايا وبس. بصوا الجمال، جمعلكوا اكتر من 50 سؤال، طلبه كبار ساعات ما بيعرفوهمش. بصوا الفواكه كامله، الملابس كامله، شهور السنه،
فيتعلم يكتب بص تاريخه ميلاده الوجبات على الفطار وعلى الغداء وعلى العشاء. فبالتالي بقول له ماذا تتناول على الفطار وعلى الغداء وعلى العشاء، افكار مميزه محدش يعملها غيري انا، ماذا يوجد للمفرد وماذا يوجد للجمع. انتوا متخيلين التاريخ، كتابه التاريخ كمان ومدياله سؤال عليه فيشتغل، يشتغل ويكتب ويحل. بصوا الجمال فظيع والله، هتدعولي عليه مليان شغل الكتاب، مش هتحتاجوا حاجه. بصوا الساعة مرة بالظبط ومرة ونص، لأن دول الساعتين اللي هيحتاجهم في السن ده. المكان، بسأل عن المكان، بسأل عن فصول السنة، بسأل عن الألوان وصور معبرة جدا. حتى سؤال واتس يور فيفوريت، إيه رياضتك المفضلة، لعبتك المفضلة، أكلتك المفضلة. تناسق رهيب، تناسق رهيب، تناسق وجمال رهيب. سؤال الياس والنو، سؤال والتايم، مش سايبة حاجة. وبعد كده بصوا الجمال، جمعت لكم بقى كلمات، مجموعه وسائل مواصلات، مجموعه شهور السنه، ايام الاسبوع، وظايف، حالات الطقس. بصوا كالافعال، افعال، كتاب رائع 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 والله بجد رائع. بصوا اجزاء الجسم، انا موهومه بيه فرحانه بيه، لان انا كنت شغاله بيه بس بخليهم يكتبوه من ورايا، فيعني بقول لهم وهم بيكتبوه، فلسه بقى جاي لي في ايدي ففتحته معاكم انتوا. بصوا القمر، افعال، ادجكتيف، صفات، اماكن، دربي وحفظي كلمات براحتك، العائله، ادوات المدرسه. بصي وبصور وبلطافه وكل ده هنقوله مع بعض. انا نفسي اصور لكم بقيه الفيديوز بقى، كتاب فتح نفسي. بصي وجمعنا بقى افكار، الموضوع مرعب بجد، كتاب جميل 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 لكل ام نفسها تذاكر لابنها، لكل مدرسه، لكل حضانه حابه تميز مكانها بالكتب، مجموعه كتب زي دي مميزه. يلا بينا ندخل على بارت 2 وهو كتاب الصوتيات. ايه كتاب الصوتيات ده؟ كتاب ممتاز، كتاب الفونكس. او طب في ناس بتقول لي خليه لوحده، هعمل لكم بارت 2 جزء تاني كتاب الصوتيات تشوفوه، ولكن المجموعه ال190 شامله الكتابين مش كتاب واحد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شير كتير لكل اللي بيحب تيكشر سامر.